احنا في الحقيقه الفكره ديال التعاونيه جات انطلاقا من المهرجان اللي كتنظموا الجمعيه ديالنا، الجمعيه الشرقيه للتنميه، اللي كيتنظم سنويا. كان عندنا واحد المشكل ديال اليد العامله في صناعه البلوزه، وجات الفكره من ذاك المهرجان من 2014 حتى لدابا. الحمد لله جات الفكره ديال اننا ناسسوا واحد التعاونيه اللي فيها واحد المجموعه ديال النساء اللي كيخدموا اللي ركزوا خاصه على البلوزه. ومن قلبنا يعني باختو لقينا نساء كبارات شي شويه، وحاولنا قنعناهم الحمد لله ودخلوا للتعاونيه ديالنا. وكانت كل وحده مختصه في واحد النوع ديال البلوزه، حيت كاين كثار الانواع ديال البلوزه، كان كثار الانواع ديال البلوزه. من تقولي البلوزه كما قلتي اوتوماتيكمون تمشي للمنطقه الشرقيه ولا مدينه وجده، لحقاش هو واحد الموروث ثقافي معروفه به المدينه ويدخل في الذاكره ديال المدينه. يعني البلوزه كيرجع الصناعه ديالها يعني منذ قرون، هذه يعني ماشي عاد حديثه ولكن منذ قرون، الا انه في هاد السنين الاخيره اندثرت وما بقاش كتلبس في العراسات ديالنا وفي المحافل ديالنا مع الاسف. ولهذا جات هذه الفكره باش نحييوها من جديد وندير واحد المهرجان خاص بها. والحمد لله دار واحد ليكو يعني ايجابي لدى الساكنه ديال المنطقه، والحمد لله اليوم بدات تلبس يعني على الصعيد المحلي والجهوي. سنه 1976 بديت هذه الصنعه تاع البلوزه، لحد الان باقي عاد خدامه فيها، عاد نخيط عاد نخدم عاد يطلبوا البلوزه. غير واش هي بكري كانت عندنا الخياطه سهله شويه، اليوم بهذا التعمار وهذا التنبات تاع اليوم البلوزه تطورت تحسنت من احسن الى الى احسن اكثر. بالنسبه للمتين النساء الكبارات باقيين عاد يلبسوا البلوزه، وهذا حتى هذا اللي يجون تاع اليوم تاع والله الا حتى البنات الصغارات يقراوا في الجامعه ويلبسوا البلوزه. كاينين واحد العدد كثير ديال البلوزه، يعني البلوزه معروفه بالتنبات، مي كذلك معروفه بواحد واحد الخيط سميتو المجبود، اللي يعني صعيب في الخدمه، والصناعه التقليديه كتجلس على مده 4 شهور حتى 6 شهور وهي تخدم في البلوزه، في واحد انسول بلوزه. كذلك كاين فتله، كاين السوطاج، كاين تنبات البلوزه ديال التنبات العقيقيتو، كاينين كثار بحال مثلا البلوزه اللي حنا في سورتو كنركزوا على لا بريزيرفاسيون ديال هذا الباتريمون. حنا من بين الاهداف ديال الجمعيه، ماشي التعاوني، من بين الاهداف ديال الجمعيه هو الحفاظ على هذا الموروث الثقافي من الاندثار، وباش نحافظوا عليه حاولنا اننا بحال انا شخصيا مازال محافظين على لي توني ديال لي غروند مير ديالنا ديال جداتنا، وشفنا ديك التقنيه وديك الدقه ديال اللي كانوا يخدموا بها البلوزه كلها من بتبليد. يعني كانت العروس الوجيه القديمه كانت كتخدم الشوار ديالها بيديها، وكانت جاتنا ديك الفكره اننا نحافظوا نجيبوا اللباسات القدامين ونوريو لهذا الجيل اللي ما حضرش الجيل السابق كي كانت تخدم البلوزه وشنو هي البلوزه. الثمن ديال البلوزه كيتراوح يعني على حساب الانسان البسيط والانسان الغني، وعلى حساب لا ماتيير بروميير ديال البلوزه. يعني كاين اللي غاليه كتراوح حتى ل 15000 20000، وكاين اللي من 500 درهم حتى ديال 20000. كانوا يلبسوها ماتنا جدادنا، كلشي كانوا يلبسوها الجداد ديالنا نتاع بكري، كلشي كانوا يلبسوا غير البلوزه، ما كانش هاد التكشيطه وهذا الشيء اللي كان اليوم ما كانش كاين ديك الوقت. ايوا بالنسبه للبلوزه نتاع بكري تخيطيت، كنت انا بعدا قدام كنخيط ثلاثه في النهار، بصح بالنسبه للخياطه ديال اليوم سيمانه 5 ايام توجديها، حقاش هاد التنبات يقبض الوقت اللي راكي تشوفي فيه. نبتو على حساب الخدمه وعلى حساب التقنيه وعلى حساب لا ماتيير بروميير اللي كيدخل فيها وعلى حساب الثقل. يعني كاين البلوزات اللي تقالين بزاف وكلهم مخدوم ببليد وبالماتيير بروميير غاليه، يعني لا ماتيير بروميير اللي غاليه باحجار زوينه وكل شيء، يعني سي نورمال غتقام غاليه.
البلوزة اللي كانت ديال الجدات ديالنا كما راكم تشوفوا بحال هادي، يعني كانت بسيطة في البساطة ديالها، كانت الجمالية، وكانوا ضروري كيديروها. هادي ديال العروس، عروس وجدية اللي راها ما يزيد على قرن يعني، وهذاك داك الموزون سميتو، حنا نسميوه السماق، وكانت كلها كتنبت يعني بها الموتيف اللي كاينين في الصدر، كاين في التحت، كاينين في الصدر، وكانت سامبل من ديك البساطه ديالها كما قلت لكم، كانت الجماليه ديالها، وكانت كتحط مع ديك السبنيه ديالها والهدوب وكل شيء، وكانت تجي عروس زوينه بزاف. حنا رانا بدينا نوصلوها للعالميه الحمد لله، بدات سي غراس بزاف ديال لي زيفينمون اللي كيتقترحوا علينا يعني خارج الوطن. درنا دي ديفيلي دو مود يعني في خارج الوطن، يعني في فرنسا، في بلجيكا، في البرتغال، يعني في الاسبان، الحمد لله الدول العربيه راه عندنا دي يعني دي بروبوزيسيون في لو مود اكتوبر ان شاء الله باش نمشيو ان شاء الله الامارات، يعني كاينين بزاف ديال لي بروبوزيسيون باش نخرجوا هذاك اللباس ديالنا العالميه، وباش نشجعوا الناس باش يرتديوه. والحمد لله زعما دابا راه بقى داك الاقبال على البلوزه، ما بقاش كما كان، الحمد لله دابا راه كلشي كيبغي يلبس البلوزه.